السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبيبنا في درس جديد من دروس يونيوارت. إن شاء الله بنكمل مع بعض مجموعة 3 ستوديو ماكس 2020 بالعربي. والنهاردة الدرس بتاعنا هيكون خفيف جدا، حاجة اسمها السبيسينج تول. إيه السبيسينج تول؟ دلوقتي النهاردة لو أنا عندي بوكس زي ده مثلا، خلاص، وعايز أخليه يبدأ يلف داير ما يدور كده. الطريقة التقليدية هي إن إحنا هنبدأ نجيب البوكس ده مثلا ده هنا، ونبدا نحاول نجيب الجزمه دي تبقى في السنتر بتاع البرنامج مثلا، وهنبدا بقى نقعد نختار مثلا نسبه معينه، ولتكن مثلا 45 ولا بتاع، وها نبدا نلف مع شيفت عشان نبدا نكرر بالعدد اللي يعجبنا. طريقه يعني رخمه قوي يعني، فاهم؟ ممكن حاجات زي كده تركب على بعضها يعني. بص احنا قررنا بعدد اكتر من لازم فجت، طب انا عاوز حاجات تخليها تحكم فيك، يعني مش عاجباني الطريقه دي، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت عاوز تلفها في ايه؟ على دايره. انت عاوز تلفها ازاي؟ على دايره مثلا. طب هتيجي في ال 2 دي شيب وتجيب سيركل اهيت، وهتبدا تختار من تولز حاجه اسمها الاين، وتبدا تعمل سبيسنج تولز، او هتدوس شيفت اي. شيفت اي هتيجي من تولز وتبدا تختار الاين، وتبدا تختار حاجه اسمها سبيسنج تول، او الشورت كات بتاعتها شيفت اي. يعني انا لو قافل دي كده ومسكت شيفت اي من غير حتى ما اعلم على حاجه، بيجي لي الويندوز بتاعتنا دي. طيب هنمسك البوكس بتاعنا وهنقول له بيك باس، فهيبدا يعمل بيك للباس. عندي طريقتين، يا اما بالعدد، يعني اقول له والله انا اصلا انا عاوز الف خمسه بس، اهو خمسه بس، انا يعني عاوز يبقى ده كده العدد كلهم على بعضهم خمسة، خد بالك، ستة، انا عاوز تمانية، زي ما انت عايز. او لا لا لا، بص انا عاوز بالسبيسنج، انا شايف ان مثلا السبيسنج مثلا ما بينهم، سوري هنشيل الكاونت بقى دي، هنقول السبيسنج ما بينهم يكون مثلا ضيق كده، يعني بص كده مثلا، فده معناه ان هو جاب العدد ده. طب لا، ده انا عاوز او اخلي الموضوع يبقى اضيق من كده، كل ما هتضيق المسافة كل ما هو بيعمل ايه؟ بيزود معايا واحد تاني اهو، خلاص. طيب هو في السنتر زي ما انت شايف كده ولا على الايدج؟ تمام. طب ولا بيعمل فولو، يعني بيبدأ يتبع البتاع. يعني بص هو كده كان الاول، يعني من غير فولو كان كل واحد كلهم جايين الناحية دي عدلين، تمام، انما فولو هيبدا يعمل ايه؟ بيلف معاها. طب دي هبان اكتر مش هنا، يعني خلينا نمسح البتاع ده خالص، وتعالى اجيب لك مثلا حاجه زي البراد ده، التيبود ده كده، وتعالى يا باشا نقول له بقى، نوسع عشان حتى الدايره توسع شويه، هنقول له والله انا شغال على السيركل دي زي ما انت شايف كده، وهنشيل الفولو كلهم، البسبوس بتاع البراد ده باصص لفين؟ للناحيه دي. طب لو عملت له فولو هيبدا يمشي معايا كده. طب لو انا قلت له بقى انا عاوز العدد يكبر كده، المسافه تكبر، وبسبب ان المسافه بتكبر بيعمل ايه؟ بيقلل العدد، او ان انا اشيل دي خالص واقول له انا عايز العدد بتاعي يكون مثلا وليكن 3، تمام، 4 5، خد بالك انا قلت لك هو بيعد ده معاك. طب بص انا هقول لك على حاجه، انا عايزهم 6 بس الستارت بوينت بتاعتي ها تبعد لي شوي، يعني تبدا مثلا، يعني تبدا تبعد من هنا كده شوي، او تقلل زي ما انت عايز، واخد بالك. بص انا عاوز مثلا ايه، اسيب الحته البدايه دي فاضيه. طب ده انا بص اقول لك على حاجه حلوه بقى كمان، ده انت تقلل، يعني مثلا هنقلل العدد كده، والنهايه برضو انا عاوز مثلا ما يوصلش للنهايه، فاقول له الاند اوفست بتاعتي كمان ابدا هاتها من هنا، او انا ابدا اجيبها من هنا، بص اصغر البدايه والنهايه. فانت بتتحكم في بادئ منين وينتهي فين، وبص المسافة اللي هيشتغل عليهم ولا لا. طيب هو انا كده عملت ايه؟ عملت كوبي انستنس ولا كوبي؟ ما انت لما تدوس اوكي، مش ده كده يعتبر عملنا كوبي، هو نسخة منه. طب النسخة دي كوبي ولا انستنس ولا ريفرنس؟ طبعا دي في درس كامل كان بس عن الموضوع ده، فلو عاوز تفهم ايه دي هتفهمها طبعا من الدرس اللي فات، رجع بقى للدرس اللي فات ان شاء الله هتلاقيه فيه فايدة كبيرة جدا هنا. فيبقى انت كده عرفت ان مثلا عن طريق ان انا اختار اي شكل، اي شكل، يعني انا النهاردة لو الشكل ده، سيبك من الشكل ده، تعال نجيب مثلا
شكل 2D وليكن الشكل ده. بص شايف المنظر ده كده اهو، ده كده هقول له تعالى بيكل باس اهو، البيكل باس اهو. بص بيعمل ايه، بدأ يطلع على الحاجة نفسها، وانا طبعا عامل له فولو، لو مش عامل له فولو هيطلع هيتحط كده كأنه بيطلع سلم، انما كده بص هو بيطلع تتتتت بيطلع معايا على الشكل بتاعي اهوت الهكس ده. طب انا هقف هنا هيبدأ يجيب لي المنظر بتاعي اهو، نيجي كده. طب انا عاوز اوافق بقى يعني خلاص اوكي، هتقول دوس ابلاي. ابلاي ده معناه ايه؟ هتلاقيهم خلاص هم اتحددوا ومعاك الخط بتاعك اهو كل حاجه. فيبقى انت النهارده كان الدرس بتاعنا عباره عن ان انا لو عندي اي شيب عايز اكرره باي طريقه، حتى لو بيطلع وينزل ويلف ويعمل والكلام ده كله، وحتى التكرار ده يكون كوبي ولا انستنس ولا، طب ابدا منين اهو، ابدا منين، انهي منين، طب التكرار ده على عدد معين فهو يظبط المسافات ولا حسب المسافات. فده كان الحاجه بتاعتنا. اخر حاجه بقى هي حاجه اسمها بيك بوينت. فانا ممكن اقول له والله انا مثلا عاوز 7، فاقول له من هنا لغايه هنا هندوس على الشكل بتاعنا ونقول له بيك بوينت، ونختار من هنا لغايه هنا، عمل لي 1 2 3 4 5 6 7 تمام، ملوش دعوه بده بقى. هقول له ابلاي، خلاص بقوا الـ7 دول معايا اهمت لوحدهم ما لهمش دعوه بحاجه. طب لو انا عاوز 7 تانيين الناحيه دي ادوس على ده كده واقول له بيك بوينت من اول هنا لغايه هنا، فبدا يعملهم لي. وطبعا انا داس على فولو فعاملين فولو. طب تاني يا استاذ، هندوس ابلاي وتعالى نعمل بيك بوينت تاني، ولكن هنشيل الفولو خلاص وهنشيل الكلام ده وهنقول له انا عايز الرقم الكبير قوي ده. فمجرد ما اقول له بيك بوينت من اول هنا لغايه هنا، بص الزحمه الكتير وكلهم باصين فين، كلهم باصين زي ما الراجل ده باصص، واخد بالك، كلهم باصين يمين اهو، يمين يمين، لان انا مش عامل فولو. لو عملت فولو كله هيبدا يتبع الباص بتاعي. هندوس ابلاي، وده كان اختصار شديد جدا لحاجه كده، بس عشان انت لو انت جاي ومعاك اي منظر يعني اي شكل 3D وعاوز تكرره، فتكرر ازاي، تمشيه ازاي في الباص بشكل يعني مختلف عن طريق حاجه اسمها سبيسنج تول. وده الدرس يعني البيزك كمان، ده ان شاء الله هقول لكم في الدرس اللي بعديه بقى، او يعني قريب ان شاء الله هقول لكم على حاجه احسن واحدث كمان فيها امكانيات اعلى. فلو انت عايز بقى تبدا تتابعنا في الدرس اللي جاي، فده نهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله، او نهايه الدرس بتاعنا. لو انت عاوز تتابع بقيه المجموعه، اتاكد ان انت مفعل زر الجرس ومفعل زرار الاشتراك، بحيث ان شاء الله يجي لك الدروس اللي جايه. لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه، ما تنسناش بقى في لايك وشير، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نوصل لاكبر عدد. واتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.